مساء الخير على كل متابعينا ومتابعين منصة أبو كبير ميديا. احنا متواصلين مع حضراتكم في رصد كفاح الشباب وتأسيس مشاريعهم من أبسط الأشياء. احنا النهاردة متواجدين في منطقة الضرب الأحمر مع الشاب رشاد. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، هو من أبسط الأمكانيات قدر يأسس مشروعه اللي مازال بقاله 25 سنة متوارثة عن والده. فخلينا كده نتعرف على رشاد أكتر وعن مشروعه وسبب حب الناس ليه وان هم بيقولوا من كل مكان. مساء الخير عليك يا رشاد. ركبه بالشوط. الاول انا اسمي رشاد، واخد الشغلانه دي عن ابويا الله يرحمه، بقالي 25 سنه شغال معاه. مكانك هنا من اول ما بدأت؟ اه. احكي لي بقى طبعا الحاجات اللي انت بتقدمها والاطباق، وقول لي الاسعار. عندي بتبتدي من 7-10-15. شطه كريم. اه شطه. هذا جوز. احنا زي ما احنا شايفين كده قاعدين في ناس كتير دايما عندك، فقول لي بقى ايه سبب حب الناس ليك، وهل زباينك من منطقه البطنيه بس؟ لا، هما بيقولي من كل ناحية، بيقولي من كذا منطقة مش البطنية بس. جوه شطة عم عادل. ايوه. اتنين بكام يا ابله؟ الابله فين اللي جوه؟ تلاتة في عشرة. تلاتة في عشرة. أبو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، احنا بننقل لحضراتكم كفاح شاب اسمه رشاد في منطقة الضرب الأحمر. زي ما حضراتكم شايفين يعني ليه سر كبير في حب الناس ليه، وزي ما هو بيقول قول لنا بقى يعني ايه السر. عندي السر في البهارات، الصلصة عندي هي السر. ببدأ من الساعة، أنا بفتح من 8 بس بنبدأ شغل الساعة 10:30، بنخلص الساعة 4. ده بيفطروا وبيتغدوا، أطفال وناس كبيرة. عايز كم؟ اتنين؟ هذا 70 جنيه رشوة. ده 10 صعوبات. ما فيش صعوبات الحمد لله، بس المكرونة المصانع طبعا دلوقتي واقفة وهي اللي معطلاني، ببقى دايخ على المكرونة. مكرونة عشان انا شغال في سباكيتي بالذات بتبقى قليلة في السوق. لا، دي حاجة ما شاء الله، انا بفرح بحب الناس. اتنين ب15. محمود فين؟ خد محمود، ادي بواقي محمود. خد محمود تعالى هنا. علبة ولا طبق؟ علبة؟ ماشي، لو عايزة تسألي حد. خد يا جوجة، خد يا جوجة،
حضرتك من زباين رشاد بقى، فكلمني اكتر كده عنه، وايه اكتر حاجه بتميزه عن غيره هنا في المنطقه؟ ده بتاع الغلابه، ده رشاد بتاع الغلابه، يعني اللهم صل على علبه من 6 جنيه بره بتتباع ب 15 20 جنيه. اه بالك والله، ورثه من المرحوم الله يرحمه ابوه برضه، كان برضه بيبيع، كان كل بدخله عنده من لسه من 5 سنين ولا من 7 سنين بنص جنيه وبجنيه، والطعم هو 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 هو. اللهم صل على النبي، هي الصلصه اللي اللهم صل على النبي بتاعته والمكرونه، لا اللهم صل على ما شاء الله عليه، الله يبارك له، مسمينه بتاع الغلابه. تسلم، مش هدفع فلوس. يلا يا ريشة، بس ماشي واحد واحد ما انا ما بحبش اشغل على حد، الناس برضو ظروفها تعبانه وفي اطفال بتجيلي عايزه بخمسه، ما بقولهمش لا. اتنين ب 15، انت علبه ب 10 عملتها؟ ثلاثة؟ انا اقول هنا عايز علبه ولا طبع صوت؟ عايز علبه. انا حبيب الشغلانه هنا، بشتغل كام ساعه؟ لا انا مش قاعد هنا، كنا قاعدين هنا. عايز علبتين، علبه في 10، علبتين صغيرين في 5 كده، بنتين صغيرين ثلاثة كده. بنت مريم شوف انت عايز ايه، انت عايز ايه بقى؟ عايز أربعة. أربعة بسبعة. دي واحدة بعشرة واثنين صغيرين. أربعة بسبعة ونص العلبة. لا لا، اداني 30 جنيه. ثلاثة ايه؟ واحدة بعشرة. واثنين صغيرين. شطة ولا مرة؟ لا شطة ولا مرة. لا شطة. لا أنا كبيرة شطة. لا أنا عايزة كبيرة شطة. تانيين لا. انت كنت قبل يا تامر. سامر. متابعين منصة أبو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شايفين معانا، يعني احنا الآن متواجدين في منطقة الدرب الأحمر، بنرصد لحضراتكم من أبسط الأمور، بيقدر الشباب إن هم يكافحوا ويكسبوا الرزق حلال، بل بيراعوا كمان الغلابة وحب الناس هو يعني أساس رزقهم، زي ما حضراتكم شايفين معانا دلوقتي. رشاد قدر من حبه للمكرونة وللشغلانة المتوارثها عن والده، انه يحبب الناس فيه، ومن حبه للشغلانة قدر انه يبدع ويدي فيها، وزباينه هنا من كل مكان زي ما حضراتكم شايفين بيجوله من كل مكان، وهو مراعي اسعاره، عنده الاسعار هنا الطبق بيبدأ من 7 جنيه. في ناس معينة هما بيحبوا، كان ابويا الله يرحمه بيبيع في كياس، بيحب قبل العلب، ما كانش بيبيع في علب، كان بيبيع في كياس. طبعا الاطفال كانت بتحب تاكل في كياس، وناس كبيرة كانت بتيجي تشتري كياس. المدارس طبعا عندنا كانوا بياخدوا في كيس، عشان حوالين مننا مدارس هنا ثلاثة. ثلاثة والكاسات. ايوه ثلاثة الكاسات. وعايز اربع علب بسبعة ونص. عملتهم. كده ثلاثة بعشرة. ستة صغيرين. لو عايزة الكمالة دي جوه. كريم.
بعدين هي القصه بدات معاه مع والده اساسا مش معاه هو، وانا اتعرفت عليه عند والده هنا. وهو بصراحه بالنسبه للبيئه والعيشه اللي احنا عايشينها والظروف بتاعه المعيشه، هو بيمثل خدمه كويسه وطبق وجبه كويسه ومفيده وبسعر التكلفه على قد الناس، وفي نفس الوقت على مستوى حلو وطعم جدا. الصلصه بتاعته بيديها توابل كويسه قوي وبيدي اكل كويس بجد، يعني مش مجامله يعني. الموضوع من زمان والاسعار زي ما هي وثابته. هي 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 الاسعار طبيعي ان هي بتتغير، بس هو بالنسبه للنسبته ما بين المبيعين الخارجيين هو اقل بكتير. يعني انت هتقدري هنا تاكلي تشبعي وجبه وطبق يعني كماله سعر وسعر وطعم كمان. بره ممكن تلاقي الطبق الصغير هتلاقيه 15 جنيه مش هيشبعك. شكرا لحضرتك. واحدة بعشرة واحدة بخمستاشر. اتفضل يا حاج. عايز تبقى اتنين؟ متابعين منصة أبو كبير ميديا من هنا من داخل الدرب الأحمر، نكون رصدنا لحضراتكم قصة كفاح وتوارث مهنة المكرونة عن والده الحاج بياضة. زي ما حضراتكم شايفين من مكان بسيط وبأدوات بسيطة قادر ان هو يجمع حب الناس حواليه، زي ما حضراتكم شايفين معانا، وتزاحم شديد وشهادة حق من كل الناس اللي بياكلوا عنده ان هو مراعي ربنا في اسعاره وفي الاكل بتاعه. من هنا متابعينا ومتابعين منصة ابو كبير ميديا، نكون بنتواصل مع حضراتكم في رصد كفاح الشاب المصري اللي بيسعى دايما على الكسب الحلال. بنشكر حضراتكم لحسن المتابعة. جبتها الجمال. شطة وزة. شطة. الشطة على ايه؟ اصلها لك ولا تاكل كده؟